عرفت ان الامارات بالتاكيد هي الدول الممثله في هذا النطاق الجديد، انه على الموبايل الان يمكنك ان تحصل على الكثير من الخدمات الحكوميه. لابد انه الاجهزه الحكوميه تبقى مستعده لمواكبه هذا التطور الهائل، انها تساير التحولات التكنولوجيه دي وتساير ايضا تطلعات المواطنين باليسر بالسهوله وبعدم المعاناة وبالخدمه البسيطه ذات التكلفه المحدوده ذات الكفاءه العاليه. الاجهزه الحكوميه المحادثه الحكوميه محتاجه ان تواجه الميجا ترند التحولات العالميه الكبرى في هذا المجال، وبالتالي عليها انها تعيد النظر في منظومه الطريقه في اساليب عملها في الممارسات اللي هي بتخضع ليها، وايضا في اليات الحوكمه والمساءله والمزاحه والشفافيه اللي هي تدير مؤسساتها استناد الجهاز.